السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مؤثر جميل جدا. هاجي هنا في اد افكت واختار من سكاي اللي هو الاختيار دوت اللي هو الشفق يوريا بورياليس، معرفش النقطة بتاعها صح ايه. تمام، طيب لما نختار المؤثر دوت ودي حاجة غريبة هنلاقي مفيش أي حاجة حصلت، وتعدل يمين وشمال مفيش أي حاجة بتحصل. ليه؟ لأن المؤثر ده خاص بالليل زي ما انت شايف. تمام، طيب ما احنا لازم نخلي الساعة بالليل. ممكن نخلي الساعة بالليل من خلال حاجتين، منهم ان انت تيجي هنا وتقول له خلي الوقت بالليل هيجي بالشكل دوت. تمام، او يعني دي طريقة، وفي طريقة تانية ان انت تيجي هنا وتروح قايل له الصن وتختار صن ستادي وتبدأ تعدل الاختيارات اللي موجودة. صن ستادي ممكن تقول له انا عايز مثلا الساعة كده كام، الساعة 12 بالليل. تمام، طيب خلينا 12 بالليل نلغي المؤثر دوت. تمام، طيب هنقول له مثلا احنا عايزينها في شهر 12. تمام، ظهر معايا بالشكل دوت. طيب خلينا بقى نضيف المؤثر الاولاني اهو، ظهر الشفق اهوت. تقدر تبدأ تغير فيه يظهر معاك بالشكل ده اهو، يبدأ يديك مؤثرات كتيرة جدا زي ما انت شايف. تغير الصورة بتاعتها، تغير السكيل بتاعها، فتعمل خلفية جميلة جدا للمبنى. ده من ضمن المؤثرات اللي جميلة وقليل اللي استخدامه، على أساس الموضوع ان انت لازم تكون مظبط بعض الاعدادات، ان انت مثلا في شهر 11 12 بيبدا يظهر معاك، تخلي الوقت بالليل لان الشفق ده مش بيظهر في كل وقت. دي من ضمن الحاجات الجميله جدا في برنامج اليومن، ان هو مهتم بالتفاصيل. يعني بالذات مثلا لما تخش على موضوع السن ستادي بتلاقي حدد السنه والشهر واليوم، في يوم في شهر في سنه بتاعت عبد الحليم، الساعه الدقيقه التايم زون. طبعا كل الحاجات دي بتأثر جدا على الحاجة اللي بتظهر معاك. يعني الشكل اللي بيظهر هنا في غير اللي بيظهر في أوروبا، غير اللي بيظهر في أستراليا. فأنت تقدر تحدد المكان اللي عايز المؤثرات دي تظهر معاك.